Good morning girls, اهلا وسهلا بكم اليوم في قناتي. عندي لكم فكرة اكثر من رائعة، ان شاء الله راح تعجبكم كثير وتشاهدون معي وتطبقون كل اللي قاعدة اقوله، وانا كمان راح اشارك معكم هذا التحدي لمدة 30 يوم. ان شاء الله يكون فال خير علينا وعليكم. هذا التحدي راح يكون عبارة عن تغيير حياتنا تدريجيا. هذا التحدي راح يعتبر من أهم الأشياء اللي راح تعملونها بحياتكم، لأن بيصير عندنا عادة بعد 21 يوم. إذا طبقنا نفس العادة كل يوم راح تصير عندنا عادة بحياتنا ونصير نعملها كل يوم. أنا هلا بهالفيديو راح أدعمكم بأفكار كتير حلوة، وإن شاء الله أتمنى أنها تعجبكم وأنكم تطبقوها. اخترت أفكار كتير حلوة من عند مفكرين وفلاسفة، وطلعت أشياء بالجوجل. صراحة تعبت على الموضوع مشان ألخص لكم إياه ويصير موضوع مو ممل، أنكم فيكم سهل تطبقونه. أول إشي لازم نركز التركيز كتير منيح على حياتنا وليس حياة الآخرين، لأن بدنا نغير حياتنا تدريجيا. أنا بدي أعمل معكم تحدي 30 يوم ليس لنغير بس الجانب المادي، بدنا نغير الجانب النفسي، الجانب الجسدي، العائلي، العملي، كل شيء بحياتنا. يعني حياتنا بدها تنقلب 180 درجة، يعني بدنا نبعد إنسان ونجيب إنسان ثاني لحياتنا. شخصيتنا بدنا نغيرها تدريجيا من ألف لباء. أول إشي لازم نفكر مثل الأغنياء، لازم تدرسون كتب عن تفكير مثل الأغنياء، لأنه هذا الإشي راح يساعدنا لنطور حياتنا المادية. ثاني شغلة، لا تتذمروا أنه التوقف نهائيا عن التحدث عن مشاكلنا، لا نحكي ولا نشارك مشاكلنا مع الآخرين. ثالث شغلة، تحفيز كل يوم، تحفز أحد من أهلك يعمل شغلة هو بيحبها ويتقدم فيها. وبنعرف كلنا أنه ما في إنسان كامل، يعني لا نطمح للكمال لأنه الكمال لله عز وجل، بس نطور حياتنا ونتقدم أكثر لنحرز أهداف كنا بدنا نحرزها من قبل، وبدنا نتحدى حالنا في هذا 30 يوم. رابع شغلة، بدنا نتعرف على الناس جدد، يعني ننفتح للعالم، يصير عندنا انفتاح ثقافات، انفتاح علم، انفتاح. لازم ننفتح من كل جميع النواحي، لازم نجدد، يصير عندنا تجديد، يعني نحذف الروتين من حياتنا ونجدد. الشغلة الخامسة، لا للراحة، لازم نتعلم انه في التحدي، هذا جزء من التحدي، لازم نفيق الخمسة الصبح دائما، نصلي صلاتنا صلاة الفجر، نعمل كوفي ونكتب شو بدنا نعمل كل شيء بيومنا بالوقت. يعني كل واحد، ما فيني أعملكم بلانيت على حسب أولوياتي، الحمد لله أولوياتي. لازم لحالكم تعرفوا كيف تنظموا أموركم وشو هي الأوقات اللي بتناسبكم على حدة بتعملوا فيها شغل البيت أو الشغلات التانية، أو مثلا إذا عندكم جامعة أو عندكم عمل، يعني لما تطلعون مع العمل بتعملوا هذه الأشياء. كمان شغلة تانية، الإحسان، لازم كل يوم باليوم نبتسم في وجوه الآخرين ونحسن إليهم ونكون لطيفين معهم ونكون عنصر إيجابي. أنا ما بقول أنه تكونوا مبتسمين مع كل العالم، يعني مع الأشخاص المقربين إليك، يعني مع الأهل نحسن إليهم نحفزهم. فهذا التحفيز لما نكون داخل زون إيجابي رح نصير نحن كمان إيجابيين بدون ما بنعرف. أي واحد في الأسرة لازم نكون نقدم له تحفيز لإله. نخصص يوم بالأسبوع نتطوع ونخدم الآخرين، يعني إذا في حدا في البيت عنده دراسة، عنده شغلة بده يخلصها، نحنا شو بدنا نعمل؟ بدنا نعمل يوم في الأسبوع for free مجانا لهذا الشخص، بنساعده.
كمان عدم السلبية، عدم السلبية انه اي شغلة لازم تكون بيومنا، لازم ما تحبطنا، لازم نكون بوزيتيف، لازم ما نخلي السلبية تدخل لجواتنا. وبيقول لك ما غيمت إلا لتمطر. وكمان بدنا نحط قائمة بطلباتنا بآخر اليوم، نحط موسيقى هادية أو قرآن أو هيك إشي، وبنحط بلانيت لحياتنا، شو بدنا نوصل يعني بعد أسبوع، بعد شهر، بعد شهرين، بعد سنة، بعد خمسة، بعد عشرة. ونحط هاي القائمة بالجدار على أكثر مكان أنه نحنا متعودين نطلع عليه. وكمان لازم تكون عندنا ميزانية نتكفل فيها بهي كل الشغلات. وكمان نحدد هدف لحياتنا، ولازم يكون عندنا معنى لحياتنا وسبب وأهميته، ونكتب كل أحلامنا. كمان لازم ما نندم على أشياء فعلناها من قبل، لازم يكون عندنا دائما أنشطة مفيدة نعملها ننفذها. في الأخير بدنا نعيش حياتنا بذات قيمة، ونكون ما نريد. في الأخير حبايبي، إذا بدكم تشاركوني هذا التحدي وتغيرون حياتكم 180 درجة مثل ما أنا بدي أغيرها لمدة 30 يوم، تابعوا الفيديو اللي بعده، وكل يوم رح أعمل التحديات، وكل يوم رح أغير حياتي بالفيديو وبالأدلة. وأتمنى منكم أنكم أنتوا كمان تطبقوها، ورح أعطيكم شغلات كتير مميزة، وكل واحد على قد عيشته مشان يغير حياته لحياة أفضل. يلا باي، بحبكم كتير.